ولا لا. طب ليه لو الضيف ما روحش الزمالك؟ انت اهلاوي اصلا؟ انا اهلاوي اصلا طبعا. اه والحته دي فرق معاك قوي يعني انتمائك قوي ولا؟ بص انا كمان يعني حبي للنادي الاهلي زاد قوي بعد ما عشت جوه بقى النادي. خلي بالك يا كابتن انا اصلا عشت ايام سيبك كمان من ايام الثوره باحداث بورسعيد كمان واحداث مالي الملعب المالي لما اتحبسنا هناك اسبوعين وضرب وانقلاب عسكري في مالي وحاجات ضرب نار وحاجات كده بالظبط كده وبرده والمحله لما اتحبسنا في الاستاد وبعد كده لما ربنا كرمنا وكسبنا اول بطوله كونفدراليه في مصر. كل الاحداث دي لما تعيش جوه النادي وتحب تحس بقى فعلا بالنادي الاهلي بجد هتحس الفرق كبير قوي بعيدا طبعا عن الرولز بتاعت النادي الاهلي. كم سنه في النادي؟ انا قعدت 6 سنين. 6 سنين ما جالكش فيهم حاجه 6 سنين دول؟ لا لا ما يعني ما فيش حاجه ممكن تقريبا كانت حاجات في الدول العربيه وكان جالي عرض من بلجيكا يمكن الكابتن احمد حسن كان على علم بالموضوع ده وجي يتكلم معايا في فتره بس انا كنت يعني انا كنت لعيب اساسي في النادي الاهلي فكان صعب قوي الكلام في الموضوع ده في الوقت ده يعني كنت مستريح وكان العرض مش مغري يعني ما فيش كانت فرقه تقريبا درجه في الدوري الممتاز كان ليرز البلجيكي يعني. انت كنت بتجدد 3 سنين اربعه في ثلاثه في اثنين كده اربعه في اثنين بس قلت 4 في 3 في 2 لا ما كانت في الثلاثة الأخر بقى بس مشينا 4 في 2 ما أنا مضيت 3 أخر لو تفتكر وما قعدتش هو أنا مش مضيت 3 يا كابتن أنا وجد وبعد كده بعد ما عدينا مرحلة القيد قيد قفل فكان النادي بقى عايز يجيب لعيبة أزهر فتم الاستغناء عننا أنا وجد في وقت ورحت أنت فين؟ كنا المفروض هنروح المقص أنا وجد بس حصل لبس كان القيد قفل أصلا والفرق كلها قفلت ما قعدت 6 شهور في البيت تقريبا. موقف ما زعلكش؟ اكيد طبعا لا لازم تزعل طبعا يعني الموقف زي ده زعلني جدا بس النادي يعني هو مشكلتي ان هو بلغني متاخر شويه وانا قعدت بسبب ده 6 شهور في البيت. انا حاولت ان انا يعني بطلت بعديها نلم الموضوع على قد ما نقدر ما خلي بالك يا كابتن انا في الموضوع ده قضائيا ممكن يبقى لي انا موقف مختلف. خلاص انما انا تغاضيت عن ده تماما يمكن انا وجده عملنا الموضوع ده يعني الحته القضائيه لم نتطرق اليها كان ليك مستحقات يعني او تراضيت طبعا لان انت عقدك لما يتم فسخك وانت فسخ العقد وانت ماضي 3 سنين وعديت فتره القيد وتتأيد افريقيا كمان يحق ليك ان انت تاخد عقد كامل ده طبيعي جدا دفع في اتحاد الاتحاد الدولي يعني انا خدت سنه سنه ناقص نسبه مشاركه من الثلاثه من الثلاثه وطبعا انا يعني عمرها ما تحصل ان واحد يقدر يروح النادي الاهلي يمكن انا وجده اتكلمنا في الموضوع كتير وطبعا رفضنا فكره حتى ان احنا نقدر نرفع دعوه قضائيه او الكلام ده كله عملنا تصالح وخلصنا الموضوع على طول ومشيت الامور بهدوء ومشيت طبعا بهدوء ده كان في عهد مين؟ حضرتك كنت موجود في اتحاد الكوره انا فاكر يعني الموقف حتى ما انت ما تسمعوش حتى المهندس محمود طاهر كان المهندس محمود طاهر وما دخلتش النادي في عهد المهندس محمود طاهر مرنت ولا في عهد كابتن الخطيب؟ لا انا كنت موجود ليه ما اتمرنت ايه لا كان حصل انت في حته التمرين انت فاكر حاجه فيها تمرين يعني لا لا حته التدريب مش التمرين التدريب التدريب كان مدرب دلوقتي لا انا دخلت في عصر الكابتن محمود كابتن الخطيب طب ما كنتش مع المهندس محمود لا 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 طب كويس برضو ان انت حتى يعني النادي قدرك بعد فتره ما هو ده اللي بقوله لك يا كابتن انا النادي الاهلي دخلنا خلاص فالحمد لله الواحد خدنا بطولات في وقت صعب جدا الحمد لله 2 افريقيا و2 سوبر افريقيا ورحنا كاس العالم للانديه في اليابان وفي المغرب وخدنا كونفدريشن كاب والكونفدراليه كل ده في سنين انا بسميهم السنين العجاف ليه؟ ولا كان في فلوس ولا كان في جماهير ولا كان في اي حاجه والحمد لله كان ربنا بيكرمنا بالبطولات دي كلها في وقت صعب جدا انت ما لحقتش الارقام كويسه؟ ليه ما انت عندك انت مالك بيه النهارده يا كابتن انا بستفسر منك والله انت عندك 2011 من ساعه ما قامت الثوره طبعا المشكله دي كلها على الناس كلها ما فيش فلوس كل الامور الماديه والتعاقدات كلها بس خدته بعد كده ها ولا اتنزلته لما جينا في 2000 لا ده احنا ده في انا عاوز ممكن انا وابو تريكه ووائل جمعه وكان في مفروض بركات وسيد معوض نزلنا على نص عقودنا في السنه دي في 2000 والتجديده الثانيه 2013 نص عقد مده سنه ولا نص العقد نص العقد في الثلاث سنين في السنتين الاخر في السنتين سبت نص العقد والله كتير يا كابتن سألت عليك كتير الله يخليك يعني حد يسيب ملايين دي كلها لما تحب مكان وعارف ان المكان ده هيعوضك والمكان ده بيحترم ابنائه ودايما فاكر المواقف دي كلها ومقدر ده
يعني احنا لو جينا اتكلمنا هتلاقي الادارات كلها وكمان يحترم الاهلي ان هو ما اكبرش حد على التنازل يعني. لا النادي الاهلي بيعرض ده، بيقول لك حضرتك دلوقتي احنا في ازمه وفي ظروف وفي وفي وفي، وانتوا عارفين النادي الاهلي ما بيتخلاش عن حد. والنادي الاهلي يا كابتن في ناس كتير انا اعرفها كانت بتبقى مشيت من النادي وبعت لها فلوس على البيت والجمعه كده، والله العظيم ناس كتير جدا كده سايب معوض كده، ده اللي انا فاكرهم يعني. ما ده عشان كده النادي الاهلي دايما ما بيسيبش حق اولاده وما بيسيبش اي واحد ليه جنيه هتاخده يعني هتاخده. عشان كده النادي لما في ازمه الأزمة يعني هي أزمة عامة مش أزمة خاصة مثلا بخصوص النادي، لا ده كانت أزمة الدولة كلها فيها، فإحنا خلاص وقفنا مع النادي في الوقت ده. من وجهة نظرك في الفترة دي إيه اللي وسع الجاب ما بين الأهلي والزمالك؟ الجاب في البطولات يعني؟ في الماتشات في ما هو بص دايما إحنا دلوقتي لما تمشي في عندك قواعد ماشي عليها، في رولز، في حاجات ثابتة. نادي الزمالك نادي كبير ومحترم، ولكن ممكن نقول في كبوات مثلا، تغيير إدارات، لعيبة مش موفقة بتيجي، كل ده بيبقى فيه نوع من انواع التعثر للمنظومه كلها. انما لما تيجي تبص النادي الاهلي بيتعثر ولكن بيقوم سريع، بيتعثر ولكن بيرد سريع. هي دي الفرق الكبيره اللي بنتكلم عليها بالذات لما تيجي بالذات بخصوص النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدر بسرعه يرجع الحمد لله، يمكن في ظل الظروف. انا لو افتكر ان احنا فرقه بطوله الكونفدراليه دي احنا كنا في السكور حوالي 15 لعيب، عدد قليل قوي. واحنا في سي سبورت دي نهائي افريقيا مع جريدو الاسباني كنا حوالي 15 لعيب بالظبط. جريدو ما كانش يصدق يوم ماتش النهائي. مفيش، عمال يجري طبعا زي المجنون. حطها له متعب دواء واي دواء. انت فاتك الماتش اللي هناك والله يا كابتن. كان حاجه انا نزلت الشوط الثاني كله باك ليفت في الماتش اللي فات. وخدت احسن لعيب في الماتش. ما شاء الله.